السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد وشقة مميزة جدا في عماير ضباط القوات المسلحة في مدينة 6 أكتوبر العجمي، الكيلو 21 شاطئ النخيل. شفنا مع بعض واجهة العمارة، واجهة ممتازة، والعرض بتاعنا في الطابق الأول علوي، أول طابق بعد الأرضي. وعندي هنا ده المدخل، موجود عندنا أسانسير وحارس خاص في العقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. ده عدد الكهرباء الخاص بالوحدة، وده عدد الكهرباء الخاص بوحدة الجار. دي شقة الجار، ودي الشقة بتاعتنا اللي فيها العرض. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. عندي هنا ريسبشن متشطب كويس جدا، تشطيب فوق الممتاز، ديكورات ما شاء الله ممتازة جدا. ريسبشن كبير ما شاء الله، بشي معانا 3 قطع، خلفيات جميلة، تشطيب فوق ممتاز. على شمالنا هنا موجود مكتبة للشاشة متصممة تصميم ممتاز، ديكور مميز جدا من الجبسن بورد، خلفية جميلة ما شاء الله. عندي هنا موجود البلكونة، بلكونة برضو متشطبة كويس جدا، تشطيب ممتاز ومعمول فيها ديكورات مميزة جدا. عندي هنا دي رؤية الشارع، الريسبشن من زاوية تانية، ندخل نبص مع بعض على غرف النوم. دي طور التوزيع للغرف. عندي هنا موجود أول غرفة نوم، كبيرة وجميلة جدا ما شاء الله، متشطبة كويس جدا بألوان هادية وديكورات جميلة من الجبسن بورد. وعندي هنا دي الإطلالة بتاعتها، بتطل على مساحات خضراء وجراج خاص للعربية. بجوار منه مباشرة موجود الغرفة الثانية، غرفة كبيرة جدا ما شاء الله. متشطبة برضه كويس جدا، تشطيب ممتاز، جبسون بورد بألوان هادية وراقية وجميلة جدا.
وبتطل على نفس إطلالة الغرفة الأولى. مساحات خضراء وجميلة جدا ما شاء الله، شقة غير مجروحة. لونة تانية عندي هنا، ده حمام خاص بالضيوف. دي طرقة التوزيع. عندي هنا موجود ده مطبخ مقفول. وعندنا هنا الحمام الرئيسي. ودي تالت غرفة نوم. جميلة ما شاء الله، متشطبة كويس جدا، تشطيب ممتاز، ديكورات مختلفة وألوان هادية وجميلة. ودي عندي هنا الإطلالة بتاعتها بتطل على الشارع. الغرفة دي ليها إطلالة تانية على البلكونة. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية، شاطئ النخيل، شقة فوق الممتازة بعماير ضباط القوات المسلحة في اسكندرية العجمي، مدينة 6 أكتوبر، شاطئ النخيل. الشقة في الطابق الأول علوي، أول طابق بعد الأرضي، موجود أسانسير وحارس خاص للعقار، والعمارة عبارة عن 6 طوابق، مسجلة في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، وكاملة الإعدادات كهرباء ومياه، زي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير كهرباء ومياه بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 160 متر. السعر 410,000 جنيه كاش. السعر بالدولار 26,500 دولار. وكان مع حضرتكم من داخل المكان أحمد بهجت، صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية، شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو متنسوش دعمنا بلايك، اشتركوا معانا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد في عقارات اسكندرية، شاطئ النخيل. ما شاء الله العرض كويس هو ممتاز، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير، شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية، شاطئ النخيل.